السلام عليكم. بعد دعوة المصالحة التي دعا إليها المخلوع صالح، كل واحد ينتبه على رأسه. هكذا قالها أحدهم ليختزل بكلمات قليلة التاريخ السياسي الحافل بالجريمة للمخلوع صالح طيلة فترة حكمه. مصالحة لا تختلف عن سابقاتها، فلا أحد يستطيع إنكار دعوات صالح للمصالحة والتي كانت تكلل عادة بجرائم تصفيات وإبادة لخصومه السياسيين عقب كل دعوة. يقول مراقبون إن اختبار المصالحة هو الإفراج عن المعتقلين وفك حصار تعز وعودة مؤسسات الدولة المختطفة وانسحاب الجيش الموالي له من المدن واعتذاره عن خيانة الجمهورية. ودون ذلك فإنها تظل عبثا وقفزا على الجراح التي سكنت كل بيت في اليمن. غير أن ما هو مؤكد أن دعوة المخلوع للمصالحة تخفي لغما قادما أو محاولة للتخفيف من جرائمه التي أثقلت وطنا وأوهنت شعبا بأكمله. إذا مشاهدينا، حول الجريمة السياسية ودعوات المصالحة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. السلام هو ما يحتاجه اليمن، لكن الطريق إليه ما زالت غير واضحة المعالم، وما زالت الأشواك أكثر من الورود. يسعى العالم منذ أكثر من عامين ونصف لإحراز تقدم في مشوار السلام الطويل في اليمن الذي سقط في فخ الانقلاب ووقع تحت عجلات دبابات الميليشيا التي داست على طول البلاد وعرضها. أكثر من ثلاث جولات مباشرة للحوار في سويسرا والكويت، وعشرات اللقاءات الجانبية في مسقط والرياض وأبوظبي والقاهرة وعمان وبرلين، جميعها مكرسة لفك أحجية الحرب التي أدخلت البلاد في فوهة بركان تكاد متواليات انفجاره أن تشعل المنطقة برمتها. الجديد القديم في المعادلة اليمنية هو أن من يشعل الحرب ويقود الميليشيا هو ذاته من يدعو الأطراف اليمنية للمصالحة والتصالح والتسامح، وهو الذي غابت هذه المفردات عن طريقة أدائه في حكم البلاد لأكثر من ثلث قرن. احترقت البلاد فيها تحت أقدام اليمنيين. المخلوع صالح وجه دعوة للأطراف السياسية اليمنية للجلوس على طاولة حوار بشروطه هو، وليس وفق ما يقتضيه منطق المصالحة، خصوصا وأنها تأتي بعد مناشداته العديدة للسعودية بإجراء حوار مباشر معه باعتباره صاحب المخزون الاستراتيجي للأسلحة والمقاتلين كما يلوح دائما. وحين يدعو المخلوع للحوار فعلى الآخرين الاستعداد أكثر لجولة جديدة من الصراع. هكذا تقول وقائع التاريخ لحاكم أدمن المكر والخديعة والتخلص بنذالة من خصومه باستخدام كافة الأدوات والوسائل، فالغاية تبرر الوسيلة هي حكمة الرجل ودينه الخالص. لم يلتفت أي من خصوم الرجل لدعوته، وكيف يمكن لأحد أن يثق في قاتل ما زال سيفه يقطر دما وهو يدعو للتصالح؟ غير أن حلفائه في صنعاء سرعان ما أرسلوا ردهم الاعتراضي على دعوته تلك على هيئة استعراض عسكري مسلح للحوثيين، جاب عددا من الأحياء القريبة من سكنه في رسالة مفادها: لست أنت من يقرر اليوم شكل الطاولة ولا هوية الجالسين حولها. انتهت دوشة الدعوة ولم تتوقف رسائل التشكيك حول مدى مصداقية الرجل الذي لا يقبل التواري عن الواجهة. وعلى رأس القائمة كان هناك تساؤلات: إن كان صادقا فلما لا يقوم بإطلاق عدد من السياسيين المختطفين لديه كبادرة حسن نوايا، ولماذا لا يوجه مقاتليه إلى وقف حصار تعز وقتل أبنائها؟ إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي عبر الأقمار الصناعية الضابط في الجيش الوطني العقيد عنتر الذيفاني من مأرب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور، اهلا بك معنا في هذه الحلقه. وبدايه نود ان نعرف يعني ما هو تعليقك او نظرتك حول دعوه المخلوع للمصالحه. دعوه المخلوع للمصالحه نحن ننظر اليها انها دعوه للاستهلاك الاعلامي، ليس الا، والا فما هو الصفه التي يمتلكها المخلوع غير أنه متمرد عن الشرعية؟ عليه أولا أن يخضع القانون العدالة قبل أن يتحدث عن المصالحة. لا يوجد في العالم مصالحة قبل العدالة. نعم. المخلوع عليه أولا أن يعلن أنه رئيسه الشرعي هو عبد ربه منصور هادي، عليه أن يخضع لسلطان الشرعية وسلطان الدولة، عليه أن
يزيل التحالف مع القوى الإمامية التي كان ويكسم 7 مرات ويده على المصحف أثناء توليه مقاليد الأمور في اليمن، وأمام نواب الشعب أنه يحترم الدستور والقانون، وأنه يحافظ على النظام الجمهوري، وأنه يحافظ على الوحدة. ثم نفاجئ بعد ذلك أنه جزء من مؤامرة كبيرة، سلم الجمهورية للإماميين وأدخلهم صنعاء، وسلم لهم معسكرات الدولة، وسلم لهم سلاح الدولة، لم يحترم أي دستور أو قانون، انقلب على الرئيس الشرعي وانقلب على كل مؤسسات الشرعية، سفك دماء اليمنيين في كل الساحات، تآمر مع المتآمرين ضد هذا الشعب، وقام بخيانات ليس إلا أنها من درجات الخيانة العظمى ضد الشعب وضد الوطن. ثم يأتي ويقدم هذه المبادرة للمصالحة عليه، أولا كما ذكرت أن يعلن أن الرئيس الشرعي هو عبد الرب منصور، وأن يقدم أولا للعدالة مع قيادة الإنقلاب. نعم، إذا سيادة العقيد، يعني هناك من يتساءل فيما بعد عن هذا الذي يدعي. نعم، هناك من يتساءل سيادة العقيد أن كيف يدعو المخلوع للمصالحة وهو ربما من بيده إظهار ربما حسن نية بانسحاب قواته من المدن التي تقتل المدنيين كل يوم، أم أنه ما زال يطمح بحصانة جديدة ربما؟ أولاً على المخلوع أن يبدي حسن النوايا قبل أن يطلق هذه المبادرة للمصالحة، وأن تجلس الأحزاب على طاولة الحوار. عليه أولاً أن يطلق حسن النية ويسحب قواته من تعز، ويطلق هو والحوثيين المعتقلين والمختطفين في السجون في سجونهم. عليه أن يسحب ميليشياته وعصاباته المسلحة هو والحوثيين من المدن، ويعودوا الى كهوفهم. وهذا ما عليه اولا ان يعمله. اما ان يطلق مصالحه وهو ما زال في يده السلاح وفي يده السيف، وهو يسفك دماء اليمنيين ويختطف اليمنيين من بيوتهم هو وعصابات الحوثي، ثم ياتي ليقدم نفسه بثياب الواعظين وما اشبه بذلك الثعلب الذي خرج يوما في ثياب الواعظين، وإنما هي دعوة للمكر والخداع وتخفيفا من الضغط الذي يمارسه قوات الجيش الوطني والمقاومة في كل مكان على قواته وقوات حليفه الحوثي، بهدف أن يحصل على هدنة. هو لا يريد مصالحة، إنما يريد هدنة يستعيد أنفاسه حتى ينظم وينظم صفوفهم من جديد ليعودوا القتل اليمنيين واعتقالهم واختطافهم من جديد. نعم، إذا يعني هناك من يقول أيضا أو يعني ينادي بيقول تعبنا حارب، دعونا نستجيب لمثل هذه المصالحة، في نهاية الأمر لن تتم الأمور إلا بتسوية. كيف تعلق على من يطرح مثل هذا الطرح؟ نحن في الجيش الوطني وفي الشرعية ليس لدينا أي مانع بأن يعم السلام وتعم المصالحة الوطن، لكن نحن نعلم وأصحاب القانون والحقوقيين يعلمون أيضا أنه لا يمكن أن تجري أي مصالحة قبل أن تجري العدالة. هذه العدالة التي ينتصف المظلوم من الظالم، وأن يقاد الإنقلابيون وقيادة الإنقلاب إلى المحاكم، توضع الأسلحة وتسلم للدولة الشرعية، وينسحبوا من المدن ويعودوا المحاربين المغرر بهم إلى صف الشعب وإلى صف الوطن. والذين تسببوا في هذه الفتنة وتسببوا في إراقة دماء اليمنيين وانقلبوا على مؤسسات الدولة وانقلبوا على الشرعية وانقلبوا على مرجعيات على المرجعيات من الحوار الوطني والدستور والمبادرة الخليجية، عليهم أولا أن يقدموا هؤلاء إلى المحاكمات، ثم فيما بعد نتحدث عن المصالحة. نعم، لكن يعني بالطريقة التي طرحتها هذا أشبه بمسألة حسم. هل يمكن يعني أن يكون الحسم العسكري أحد الحلول التي ربما يعني توصل اليمن إلى نهاية؟
أنا أؤكد لك أن المخلوع وعصابات الحوثي ليس لها من حل إلا الحسم، وإلا فمعنى ذلك أننا نؤجل الحرب. لكن نعم، هذا الحسم ربما طال أمده سيادة العقيد، يعني الناس ينتظرونه منذ عامين، يعني لم يعد يعني وصل الحال بالناس، لأنهم فعلا تعبوا من انعكاسات الحرب عليهم، خاصة وأنت تعلم جيدا أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن البسيط. نحن نعلم أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن، والذي يتحمل هذا الضرر هم الذين قاموا بهذا الانقلاب، وتركنا فرص كثيرة من أجل المصالحة ومن أجل الحوار، وتوقف الجيش عن أن يطلق برصاصة واحدة أو بقذيفة واحدة، وتركت الفرصة. لكنني أؤكد أن الحسم قادم بإذن الله، وأن شعبنا وجيشنا لا يمكن أبداً أن يسكت على هذا الإسفاف وهذا القتل وهذا الإجرام الذي يقوم به المخلوع ويقوم به جماعات الحوثي وميليشياته. الحسم قادم، واليمن بكل فئاتها وبكل مجتمعها سيكون شريكا في هذا النصر الذي سوف يتحقق بإذن الله. ثم بعد ذلك تعم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، كل هذه أمور تأتي بعد أن يتم القضاء على الانقلاب، وما تسبب هذا الانقلاب فيه من إلحاق الضرر بالشعب وبالمواطنين. نعم، إذن سيادة العقيد، يعني لو حاولنا أن نقرأ يعني تاريخ المخلوع قليلا، نجد أنه بعد كل دعوة للمصالحة أو بعد كل حديث له يعمل العكس تماما، وملفه يعني ممتلئ بالخيانات وبملف الاغتيالات السياسية. يعني كيف يمكن مقاربة دعوته اليوم بتلك الدعوة السابقة التي كانت تفوح منها رائحة الغدر والخيانة؟ علي عبد الله الصالح منذ 33 عاما حينما كان في سدة الحكم، وهو يعودنا من خلال خطاباته أنه يخطب الليل حول تخفيض الأسعار مثلا، ثم تزداد الأسعار فيما بعد، يخطب خطبة عصماء حول أنه سيعم الخير ويعم الرخاء لهذا الشعب، ثم لا يأتي من بعد ذلك من ورائه إلا الشر. وهكذا جاءت ثورة فبراير السلمية، وحسب ما كان يلتزم في التوقيع على المبادرة الخليجية أنه سوف يسلم السلطة وسوف يخضع للشرعية الجديدة، وما رأينا منه إلا خلاف ذلك هو أنه تحالف مع القوى الإمامية وأسقط النظام الجمهوري، وكلامه دائما يأتي بعكس وبالنقيض الذي يتحدث عنه. سلم سلاح التول لمن كان يسميهم بقوى الكهنوت الإمامي، سلم الجمهوري لهذه الذي تحالف معهم من هؤلاء الإمامين الرجعيين، دمر الاقتصاد، حول المشروع الوطني الذي ناضل من أجله الشعب اليمني عشرات السنين منذ أوائل القرن العشرين، حوله إلى مشروع خاص وإلى مشروع عائلي. وهكذا يعني دائما خطاباته ومسيرتها التاريخية يعني كثيرة مليئة وحافلة بالكذب وحافلة بالدجل وحافلة بالتضليل وبالمراوغة، وهو إنما هو يعمل دائما من أجل مصلحته الشخصية ومصلحة عائلته، حيث حول الجيش وحول مؤسسات الدولة وشخصنها من أجل شخصه فقط. هذا هو علي عبد الله الصالح، وهذا هو تاريخ الحافل بالدماء، الحافل بالإجرام في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دمر النسيج الاجتماعي، وفي الأخير يختم حياته بأن تحالف مع قوى الكهنوت الإمامي ليسلم لهم صنعاء ويسلم لهم محافظات الجمهورية ويتحالف معهم، وينطلق هو وعصاباته في الحرس الجمهوري الذي رباها ليكونوا فقط أتباعا له وليسوا أتباعا للوطن، ليكونوا بعد ذلك حلفاء مع الحوثيين
لإسقاط العاصمة صنعاء وإسقاط الجمهورية فيما بعد، ويشتركوا جميعا في هذه الدماء التي تسفك في كل مكان. نعم، إذا اسمح لنا سيادة العقيد أن ينضم أيضا معنا عبر الهاتف السيد أيمن نبيل الكاتب والباحث من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. أهلا بك. مساء النور أستاذ آسيا. أهلا بك أستاذ نبيل. برأيك في أي سياق يمكن أن يعني نقرأ دعوة المخلوع صالح للمصالحة خاصة في هذا التوقيت؟ يعني الواقع الحالي في المستوى العسكري هناك حالة جمود وثبوت في خطوط القتال وميادين القتال والعراك، يعني هناك حدود ثابتة. حتى في مطلع العام كانت هناك أخبار عن وجود معركة الحديدة، وكانت ستكون معركة ضخمة طبعا ولها تبعات كبيرة، ولكن هذه المعركة تقريبا يعني تم إجهاضها يعني من قبل أن تولد، وبالتالي هناك حالة ثبوت وجمود، وكلا الطرفين يعني علي عبد الله صالح، قوات علي عبد الله صالح والحوثيين تخسر، ولكن بالتحديد علي عبد الله صالح أن قواته هي الجيش النظامي، وبالتالي هو الخاسر الأكبر من هذه الحرب، يعني خسارة المادية كطرف من أطراف الحرب. وهناك أيضا المأزق التي يجد فيه نفسها الآن الحكومة بقيادة عبد الرب منصور هادي، وأيضا السعودية والإمارات، يعني أطراف الحرب جميعها تعيش في مأزق، أن هناك الآن حالة جمود لابد أن يصل أن تصل إلى يعني إلى زحزحة نوعا ما. ودعوة علي عبد الله صالح يعني تكمن في هذا السياق، إضافة طبعا إلى يعني إلى وظيفتها البلاغية. الواحد مش ضروري يأخذ كلامه على محمل الجد تماما، يعني هو كان قبل مثلا قبل 5 أو 7 أيام من هذه الدعوة كان يتحدث في لقاء مع كما قال مع وجهاء من قبائل البيضاء أو شيء من هذا القبيل، كان يتحدث عن يعني هؤلاء المرتزقة، هؤلاء المش عارف إيش، يعني شتائم وتنقيص وتهوين، ثم بعد أسبوع يدعو للمصالحة. يعني الواحد يأخذ خصوصا على عبد الله صالح، يعني نحن نعرفه جيدا، يعني يقول شيء اليوم وبعد يومين يقول شيء عكسه ويعتقد نعم، لكن هذه فعلا. لكن أيضا أستاذ أيمن، يعني أيضا نحن معتادون أنه في كل دعوة للمصالحة نجد ملفات يعني تفتح، خاصة في مجال الاغتيالات السياسية، في مجال الانقلابات الداخلية التي يقوم بها. هل ما زالت لديه القوة على فعل نفس الشيء كما في السابق؟ طبعا هذه المسألة مسألة لا أستطيع تقديرها جيدا، لأن المعلومات حول قدراته العسكرية الآن الأساس في الموضوع قدراته العسكرية. طبعا قدراته الاجتماعية من حيث حزبه لا زالت قوية، طبعا لا زال قويا بمؤسسته الخاصة، طبعا هو مش حزب، يعني هو مؤسسة مملوكة للمؤتمر الشعبي العام، مؤسسة مملوكة لعلي عبد الله صالح. هذا الآن القوة الاجتماعية لا تزال موجودة، وموجودة تقريبا في كل حي وفي كل حارة لأسباب كثيرة ومعقدة. ولكن من ناحية قوته العسكرية، إذا يعني باستقراء تجربة صالح طوال 30 سنة، أعتقد يعني أنه لن يكون مغفلا لدرجة أن يسلم كل شيء للحوثيين، وبالتالي لا تزال لديها القدرة للمناورة وفرض نفسه على شريك الحوثيين، على الأقل تحجيم دورهم. يعني ربما يكون، أنا أرجح هذا ولكن لست متأكدا من هذا، لغياب المعلومات الأساسية حول قدراته العسكرية. نعم، إذا هناك من يطرح أستاذ أيمن أن فعلا الشعب قد وصل إلى مرحلة تعب حقيقي من الحرب. هناك يعني أعلى مستوى لخط الفقر، هناك يعني أمراض وكوارث تحل بالبلد، هناك انهيار اقتصادي، وهناك من يقول إذا لتستمعوا لهذه الدعوة ربما نصل إلى نهاية. ما رأيك؟ طبعا المقدمات صحيحة، ولكن الاستنتاج المقدمات خاطئ. بمعنى هذا صحيح، طبعا كلنا الآن ما في شيء، ما في شخص عاقل يرفض أن الحرب هذه الآن تنتهي. هناك وباء الكوليرا الآن قبل 3 أيام تقريبا، يعني خرجت أخبار وهناك بعض الشهادات أن هناك مرض جديد الآن انتشر في صنعاء وما حولها، وسينتشر التهاب السحايا، إضافة طبعا الجوع والفقر والدمار وحالة الإحباط النفسية، هذا ما نستهين فيه. هناك حالة انتحار الآن في اليمن، اليمن مجتمع محافظ، المفترض أن حالة انتحار فيه نادرة جدا، الآن نسمع بين فينا وأخرى حالات انتحار الناس جينات، يعني فبالتأكيد الناس كلهم طالبوا بنهاية الحرب. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الاستجابة لعلي عبد الله صالح ستوقف الحرب؟ هذا هو السؤال. في اعتقادي هذا ليس صحيحا، لابد أن تضع شروط على علي عبد الله صالح. الآن المدعو، الآن علي عبد الله صالح له 30 سنة، شفناه ب94، شفناه بعد ثورة فبراير يوقع الاتفاقات، بعد التوقيع مباشرة تتم حروب، يوقع بعدك تقوم الحروب التي تنقض تلك الاتفاقات. الآن ما الذي يضمن لي أن علي عبد الله صالح لن يفعل نفس الكلام، لن يفعل نفس الشيء؟ عليه هو الآن، هو الآن المطالب بتقديم ضمانات. الآن أنا أستغرب طبعا، هناك أستغرب من بعض المثقفين، يعني الآن في شيئين، في ناس أبواق صحفية وكذا تطبل لعلي عبد الله صالح مهما قال، هذا نتركهم على جنب، إحنا نناقش الناس الذي نعرف يعني نواياهم ونعرف أيضا توجههم السياسي الجيد، الذين يطالبون بالاستجابة لعلي عبد الله صالح حتى تقف الحرب. الآن
المطلوب كان هؤلاء المثقفين وهؤلاء الكتاب والمحللين أن يتحدثوا إلى صالح نفسه، أنه عليه هو أن يقدم ضمانات بأن لا ينقلب على شيء، أن يقدم هو ضمانات. مثل ماذا؟ ما هي الضمانات التي يمكن أن يقدمها وتقنع الطرف الآخر؟ أول شيء، أهم شيء في الموضوع كله، شوفي، أي مصالحة بوجود علي عبد الله صالح لن يتم لها النجاح. بوجود علي، لابد أن يقوم علي عبد الله صالح بمغادرات هذه البلاد. هذا أمر مفروغ منه لمن يريد فعلا أن يبني بلد. طبعا لهذا بعد ذلك ضمانات، هناك مكاسب تقدم له، هذا أمر آخر. هناك أشياء أخرى تقدم له كإغراءات معينة أو تأمين معين، هذا أمر آخر. ولكن الجوهر من الموضوع أن بقاء علي عبد الله صالح في البلد، يعني أن يصبح شريكا في إدارة البلد، هذا لن يأتي على البلاد إلا بالخسران والبلاء. نعم، ربما أستاذ أيمن، يعني نحن يعني كمتابعين لشأن لاحظنا بفترات كثيرة أن نجم علي عبد الله صالح خبأ بكثير من المواقف، وهناك يعني من يعني وجد أنه قد أزيح تماما وأن المجتمع الدولي يحاول إزاحته تماما من المشهد السياسي. هل مثل هذه الدعوات هي من تجعله يظهر من جديد ليقول ما زلت أنا موجودا؟ طبعا بالتأكيد هو يريد أن يثبت وجوده، خاصة عندما تصدر الحوثيون المشهد، هو لا يريد هذا. يعني حتى كان في 21 مارس 2015 كان علي عبد الله صالح قاب قوسين أدنى من أن يعود إلى الرئاسة، يعني حتى كان معه احتفال مسرحي بعيد ميلاده آنذاك والناس تقتل وقوات تعربد في كل اليمن في 21 مارس. كان واضح أنه راجع يعني أنه راجع للحكم، والحوثيين هؤلاء بيعمل معهم صرفة شراكة من نوع ما إلى آخره، ولكنه كان هو يعني يثبت وجوده وأنه لا يزال موجودا، وخاصة هناك جانب سيكولوجي في الرجل، هناك جانب سيكوباسي مرض، أنه يريد الانتقام مما حصل له ونوزع عن السلطة وأشياء من هذا القبيل. الآن هو يكرر دائما ويكرس وجوده ويذكر الآخرين أجمعين، حتى على فكرة على مستوى، ليس على مستوى الخطاب ولكن على مستوى القوات، يعني أحيانا يطلق صواريخ باتجاه السعودية وكذا، معروف أنه ما ليش أي ضرر، هناك قوات تستطيع، هناك يعني أسلحة موجودة عند السعودية تستطيع إسقاط هذه الصواريخ، ولكنه يريد تذكير الجميع بأنه لا يزال رقما صعبا وأن هذه الصواريخ لا تزال بحوزته، ويريد أن يؤكد للجميع هذا ويؤكد للعالم أنه لن يحدث حل في اليمن بدونه. نعم، إذن لو تحدثنا أيضا عن هل يمكن أن تحل فعلا الأمور بتسوية سياسية؟ يعني أنت تحدثت عن جمود عسكري ربما بداية حديثك، ولكن هناك أيضا بالمقابلة جمود سياسي ربما لم تتحرك إلا قليلا بعد مبادرة ولد الشيخ بشأن الحديدة، ولكن عمليا لا توجد مبادرة شاملة لليمن جميعا. كيف يمكن أن يعني أن نقوم بمصالحة أو بحلول سياسية مع الضمانات ألا تنفجر الحرب مرة أخرى؟ طبعا هناك هذا أمر معقد ويحتاج إلى صفقات على عدة جبهات، ولكن بصورة عامة هناك الآن نستطيع أن نلمح بعض التغييرات. يعني التسريبات الأخيرة عن الدفع الإماراتي واقتناع السعودية ومقابلة نائب رئيس المخابرات العامة السعودية عسيري بأحمد علي في الإمارات في حزيران الماضي في يونيو، تقول أن هناك بعض الزحزحة، هناك طبخة تعد ولكن على مهل. بالتالي طبعا المسألة واضح أنها لن تحل بحسم عسكري، أصبح هذا الآن واضحا، أنه قدرات الحوثيين طبعا عبد الله صالح لا تستطيع، لأن قدامنا بالتحديد تعز، يعني لهم الآن سنتين ونص بكل الألوية اللي معهم بكل قواتهم، والمقاومة يعني متشرذمة وغير متوحدة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يسيطروا على المدينة، فبالتالي هم لا يستطيعوا أن يقوموا بأي حسم عسكري حتى على مستوى المنطقة الشمالية. والحكومة واضح أن أداها فاشل جدا ولا تستطيع أن تفعل شيء، ولديها قوات على مشارف العاصمة لها يعني شهور لم تفعل شيء. بالتالي الحل السياسي الآن هو الذي يعني يمكن أن نتناقش حوله ونتوقعه. نعم. الآن أهم شيء في الموضوع هذا كله، الآن الحكومة وعبد الرب منصور هادي وبقية هذه الأطراف بالتأكيد هي سوف تقر أو يعني توافق ما ستقره الأطراف الدولية، يعني الأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات وغيرها. هناك أيضا الشطر الجنوبي، هناك ترتيبات إماراتية لحسم هذا الموضوع، هناك قواعد عسكرية تبنى، هناك جزر يتم احتلالها، هناك مجلس انتقالي جنوبي له مواصفات معينة تدعمه الإمارات وتلقي بثقلها عليه دعما له، هناك خطة ما لك تحتاج بعض الوقت، ويبدو لا يبدو أن القوى السياسية اليمنية تستطيع أن تفهم هذا جيدا. يعني القوى السياسية اليمنية انتهت عندما سلمت كل أوراقها للسعودية والإمارات من أول يوم حرب، انتهى دورها تماما.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك أيمن نبيل الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. سيد عنتر، أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى عقيد عنتر. يعني الاستماع لحديث الاستاذ ايمن نبيل، ربما يعني نتوقف قليلا عند نقطه ان هناك فعلا حاله جمود عسكري اصابت المعركه، يعني ما تفسيرك لهذا الجمود عقيد عنتر؟ يعني خاصه وان كان هناك حديث عن معركه الحديده التي توقفت، كان هناك يعني الساحل الغربي ايضا، يعني اكثر من محطه تم التوقف فيها عسكريا. في الحقيقه ولا يوجد جمود عسكري، إنما هذه طبيعة الحروب، قد تجمد في مكان ما لكنها تنشط في مكان آخر، قد يحدث توقف في جبهة من الجبهات ويحدث تقدم واشتعال جبهة في جبهات أخرى. لكنني ما أحب أن أؤكده هو أن الجيش الوطني ومن معه من المقاومة الشعبية مصرين وعازمين على الحسم، و يعني اذا كان هناك يعني بعض التأخر في الحسم انما هو من طبيعة ووعورة الأراضي اليمنية. ثم اننا لا نقلل من شأن العدو الذي نواجهه وانه ما زال يصله دعم من قوى خارجية وعبر التهريب من بحار من عبر البحر وبطرق أخرى، لكن في النهاية نحن في مرحلة إعداد وتكوين لألوية جديدة وإعداد للمرحلة الحسم النهائي إن شاء الله التي قرب بإذن الله وقتها. نعم، لكن سيادة العقيد يعني ربما نعم. استمع اليمنيون كثيرا لمثل هذا الحديث أن الحسم بات قريبا، تطول المسألة كثيرا بالنسبة لليمن، وهناك من يعلم تماما أن هناك ضغوط دولية تعيق مسير الحسم العسكري. برأيك يعني إلى متى ستظل أو سيظل المجتمع الدولي هو المحرك واللاعب الرئيسي في ما يدور في البلد؟ من الطبيعي هناك ضغوط دولية لا شك، و الحكومة اليمنية والجيش الوطني ما زال ناشئ، وقوات التحالف العربية ممثلة بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول لها توازنات أحيانا، وفي النهاية أن هذه الضغوط يعني سوف يصل الى قرار انه لا ينفع مع هذه الجماعات المسلحه والميليشيات الا الحسم العسكري، وقد وصلوا الى هذا القناعه انه لا ينفع مع الحوثيين بعد جولات من المفاوضات وجولات من 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 الحوارات مع الحوثيين ومع المخلوع، ووصلوا في النهاية إلى أنهم لا بد من اتخاذ أسلوب الحسم العسكري، والناس إن شاء الله والحكومة والجيش والقيادة السياسية والعسكرية منشغل بهذا الأمر. نعم. إذن يعني الواقع يقول ربما الحسم العسكري حاليا بصعوبة لصعوبة المعركة كما تفضلت، وأيضا لوجود الضغوط الدولية، وأيضا من طرف آخر لابد من تحقق العدالة الانتقالية إن أريد فعلا الجلوس على طاولة الحوار أو مصالحة حقيقية. كيف يمكن التوفيق أو حل مثل هذه المعادلة؟ نحن ليس لدينا أي مانع في المصالحة، ولكن وفق ثقافة المصالحة
الحقيقية وقيمها. مصالحة دون أن تتحقق قبلها عدالة، ويساق الذين تسببوا في 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 الانقلاب، قيادة الانقلاب والذين تسببوا في قتل اليمنيين إلى أن يأخذوا جزاءهم الرادع. هذه ليست مصالحة. المصالحة هو أن ينتصف أولا المظلوم من الظالم، الذين هجروا، الذين فجرت مساجدهم وبيوتهم ومعاهدهم، والذين اعتقلوا، وعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثي وعفاش. يعني نقول لهم هذا يعني خلاص عفى الله عما سلف. الحوثي كحركة إمامية تاريخية لها جذورها وأطماعها التوسعية وارتباطها بالمشروع الإيراني الفارسي، لا يمكن أن تحدث هكذا مصالحة إلا وفق ما يجب أن يرضي الشعب اليمني، ويضمن أن لا تعود اليمن، وأن لا يعود الشعب إلى هذه الحرب وهذا الاقتتال مرة أخرى. وإلا فنحن سنقود إلى المصالحة، وما هي إلا عبارة عن تأجيل للحرب والاقتتال مرة أخرى. نعم. إذا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الناصر المودع، المحلل السياسي من عمان. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. هل يمكن أن تنجح مصالحة وطنية دون عدالة انتقالية لضحايا الحرب والانقلاب؟ يعني أي مصالحة هي تكون انعكاس لموازين قوى على الأرض. الحديث عن عدالة انتقالية لا يبدو أنه في حال أي مصالحة سيتم غض الطرف عن عدالة انتقالية، لأنه حتى العدالة الانتقالية جميع من لديهم السلطة والنفوذ حاليا في اليمن، والذي حيكونوا جزء من أي عملية مصالحة، هم أنفسهم من مصلحتهم أن لا يكون هناك عدالة انتقالية، لأن المصالحة ستتم بين المتصارعين، والمتصارعين جميعهم تقريبا لا يحبوا أن يكون هناك عدالة انتقالية، لأنهم لديهم كلا لديه سجلات واسعة وكبيرة من الانتهاكات ومن الفساد وغيرها من سوء ممارسة السلطة. الأمر الذي يعني بأنه ليس من مصلحة أحد المصالحة أي عملية لعدالة انتقالية. ولهذا الحديث عن العدالة الانتقالية حتى من 2011 كان غير واقعي وسيظل غير واقعي، لأن المتصارعين أنفسهم هم من الذي سيكون عليهم أن يوقعوا أي عملية سلام. العدالة الانتقالية تتم عندما يحدث هناك ما يشبه الثورة والتغيير الجذري، ويتم هناك إزاحة للطبقة السياسية والإتيان بطبقة سياسية جديدة. لكن في الواقع اليمني لا يمكن الإتيان بطبقة سياسية جديدة. لكن هل يعني ستتم المصالحة بهذا الشكل؟ يعني هل يعني دون أي ضمانات، دون أي عقوبة للمتسبب بالحرب والانقلاب، ستكون يعني مصالحة عرجاء إن صح لي القول؟ يعني الناس الآن بيطمحوا للمصالحة العرجاء، ويطمحوا لأي واقع يعيد لهم شكل من أشكال الدولة التي اهترت وأصبح ليس هناك من دولة. وبالتالي الحديث الآن الناس يهمهم عودة استقرار وأي سلام نسبي أكثر من عودة الحال أو الوصول إلى حالة نموذجية في الوضع اليمني. لهذا السبب أي مصالحة هي حتكون انعكاس الواقع لموازين القوى، وأيضا في نفس الوقت هي ستكون يمكن استراحة للمحاربين لجولات جديدة من صراع لصراع قادم. لا. هذا إذا تمت. لكننا لازلنا حتى الآن لازلنا بعيدين حتى للوصول لهذه النقطة، لازلنا بعيدين، لازلنا الآن. نعم. لكننا الآن أستاذ عبد الناصر يعني لم نعد قريبين من شيء، يعني لا حلول سياسية ولا حلول عسكرية تطرح ولا يعني تتحرك، ولا مجتمع دولي يأبه بما يحدث في اليمن. يعني بهذا الشكل إن لم يلتفت اليمنيون لأنفسهم لن يلتفت لهم أحد. صحيح، هو أن العبء في الأساس يقع على عاتق اليمنيين، وأي أضرارهم بيتحملها اليمنيون أنفسهم،
وليس من مسؤولية المجتمع الدولية أو الأقليمي أن يكون أحرص على اليمن أكثر من أبنائها، ولأننا فرطنا في مسؤوليتنا كيمنيين أصبح العالم الآخر يتدخل، الخارج يتدخل بالشأن اليمني أكثر من اليمنيين أنفسهم، وصار مصير اليمنيين بأيدي العالم الخارجي. ولهذا أي مصالحة أو أي عملية سياسية ستتم من قبل الخارج أكثر من أن تكون بعناصر محلية، بمعنى في حال وجد العالم الخارجي الذي هو الآن الفاعل الرئيسي في الحرب وفي اليمن، عندما يجد أن من مصلحته إيقاف الحرب أو حتى حرفها باتجاه آخر، هو من سيتولى هذا الأمر. والأدوات اليمنية معظمها هي أدوات تابعة وليست أدوات مستقلة عن العالم الخارجي، وبالتالي ما سيقرره العالم الخارجي سيتلتزم به، أو نقول ستخضع له الطبقة السياسية اليمنية، كانوا هؤلاء في الشرعية أو كانوا في الصف الثاني. نعم، إذن يعني لو أردنا أن يعني نتحدث عن المستقبل أستاذ عبد الناصر، في ظل كل هذا الجمود الذي تحدثنا عنه، كيف يمكن أن يعني تتحرك المياه؟ نجد أن صالح هو من يحركها بمثل هذه الدعوات، هل يمكن أن نصل إلى حل برأيك؟ يعني الحديث عن أن صالح هو الذي يحركها، صالح الآن لا يمتلك سلطة حقيقية بحيث أنه بيده سلطة حقيقية بحيث يمكنه أن يبادر وبالتالي يستجيب له الطرف الآخر. من يمتلك السلطة الحقيقية في المناطق التي في صنعاء وحولها هم الحوثيون، وبالتالي صالح الآن غير ذي صفة بالمعنى الفعلي. لو كان صالح الآن لازال في السلطة يكون لهذه الدعوة قيمة، لكن الآن صالح أصبح مهمش ولا يمتلك سلطة حقيقية، ومن يمتلك السلطة الحقيقية في هذه المناطق هم الحوثيين، وبالتالي هذه الدعوة وغيرها من عندما تأتي من لا يمتلك السلطة لا يكون لها أي صدى أو أي قيمة. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر المدعي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة لك عقيد عنتر، يعني يجد الأستاذ عبد الناصر المدعي أن الحديث عن يعني عدالة انتقالية ليس بالسهل، خاصة في وضع يشبه وضع اليمن، لن تتحقق مثل هذه العدالة، لأن هناك الكثير من الأطراف التي ربما ستصيبهم مثل هذه الدعوة، ولكن يعني هناك من يبحث عن سلام نسبي، هل يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء عقيد عنتر؟ نحن ننظر إلى العدالة الانتقالية الذي يتحدث عنها إذا كانت ثورة سلمية، أما عدالة انتقالية بعد صراع مسلح نحن نقول أن هناك عدالة جنائية، عدالة من منطلق جنائي ثم مصالحة، أن يعني قادة الانقلاب والذين تسببوا في هذا إلى المحاكم. وننظر علي عبد الله صالح المخلوع حينما أطلق هذه المبادرة والمصالحة، نحن ننظر إلى أنه مجرد متمرد، عليه في النهاية أن يسلم نفسه إلى أقرب قسم، وسيأتي هذا اليوم، لأنه يعني من هو علي عبد الله صالح؟ يحرك هو مشرف من مشرفي الحوثيين الذين جاءوا من صعدة. العدالة التي نقصدها هي العدالة التي يترتب عليها محاكمات جنائية لها أولئك قادة الانقلاب والذين ساقوا البلاد إلى هذا حالات الحرب والقتل والاعتقالات والتهجير وإسقاط مؤسسات الدولة وإسقاط النظام الجمهوري وتسليم للإماميين. أي عدالة انتقالية تتحدث عنها؟ نحن نتحدث عن عدالة جنائية. العدالة الانتقالية تأتي إذا كان العمل ثور السلمية، أما بعد معارك مسلحة ودماء وشهداء وآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى ثم يأتوا ليتحدثوا عن عدالة انتقالية، فهذا ليس وقتها على الإطلاق. نحن أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون، نحن ماضون، قد نتأخر، أو هذه المعركة تحكم يعني حكمها في بلاد كاليمن بوعورتها، لكننا ماضون إلى الحسم العسكري وإلى اقتلاع هذا الانقلاب من جذوره،
وإلى أن يعود اليمن اليمن السعيد، يمن السلام، يمن الحب والوئام الذي ناضل آبائنا وأجدادنا من أن يصلوا إليه، يمن الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة، اليمن الذي ينعم فيه كل أبنائه بعيدين عن حكم الكهنوت والذين صادروا كل شيء، ويعني أهدروا آدمية الإنسان اليمني وداسوا على كرامته وصادروا حقوقه وصادروا حريته. يجب على الشعب أن يفهم أن هذه الحركة التي أسقطت المؤسسات الدولة وأسقطت النظام الجمهوري وأسقطت الشرعي بقوة السلاح وامتلكت وسيطرت على مقدرات الدولة لتحكمه بالعنف وتحكمه بالإرهاب وتقود أحراره إلى السجون والمعتقلات، يجب عليه أن يفهم أنه لا بد أن يثور عليها في أقرب فرصة، وإلا فسوف يدفع الثمن غاليا من دمائه ومن مستقبل أبنائه. نعم، يعني ما تحدثت بسيادة العقيد جميل، وربما يعني لا أود أن أقول أنهم باب رفع المعنويات، ولكن الواقع سيادة العقيد يعني يتحدث بشكل آخر، يعني الناس نفسيتهم في الحرب وصلوا إلى مرحلة استسلام حقيقي، خاصة يعني للأسف الشديد أن الحكومة والشرعية لم تكن قد مسؤوليتها في المناطق المحررة. هناك كثير من يعني الخلل الذي صاحب إدارة هذه المناطق المحررة، وبالتالي الناس يعني يريدون يعني سيقبلون ربما بسلام نسبي، يريدون لهذه الحرب أن تكف. يعني نستمع لأحاديث ناس بسطاء يقولوا ليحكمنا الشيطان، يعني وتتوقف هذه الحرب الذي أكلت الأخضر واليابس. كيف يمكن أن نرد على مثل هؤلاء المنهكين؟ بناء الدول وبناء وتحرير الأوضان من الإنقلابيين أو من غيرهم من الذين يريدون أن يسلموا البلاد أو أجزاء من البلاد وخاصة البلاد المحررة للمستعمر مرة أخرى، هؤلاء عليهم أن لا يكونوا مع عواطفهم التي سوف تسوقهم فيما بعد إلى ما لا يحمد عقباه. اليمن إن شاء الله سوف يكون بكل تكاتف أبنائه وتعاونهم سيكون يمن إن شاء الله يمن خالي من كل هذه الشوائب، لكن علينا أن نصبر وعلينا أن نتحمل، وعلى المواطن العادي أن ما وصل إليه ويتحمل حتى جزء من المسؤولية، لأنه كان يسكت عن ظلم علي عبد الله صالح عشرات السنين وقد نصح وقدمت له النصائح، ولكنه ظل يصفق وظل يجامل حتى وصل الشعب إلى ما وصل إليه. علي أن يعتبر من هذه الدروس وأن يصحح مساره الحقيقي وأن ينضم إلى ويتكاتف مع الشرعية ومع الجيش الوطني لنسرع بعملية الحسم العسكري، والحسم العسكري قادم بمشيئة الله. إذن شكرا جزيلا لك سيادة العقيد عنتر الذيفاني، الضابط في الجيش الوطني، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.